الصبر. الله يصبرك يا صبرة. كيف كانت التجربة؟ ايه هاك تشوف. ما نتمنيها لحتى حد. صحيت صبرة. صبرة في الكواليس قالوا لي اللي تواجهت لسليم ولزوجته اللي هي أختك. قلت لهم لو كان ثم إجابة متأكدين منها غالطة. نهبت أنا حكم أني استنست. ربي صحيح المعلومة؟ أي هي نفسها جديدة راه. من المستحسن بعده علمي. أنت ضحيتي كيما سي اسكندر. بارك الله عليه سي اسكندر ديما ياخو الكوا من غادي على بياتي على بياتي أقرب للباب على المرواح. ها طب شو سأل السؤال؟ ها شو سأل السؤال؟ يبدو أنه رابط مع الرقم هذاك. رابط بدله طبعا. مش بدله؟ به أنا ما تصورش قديش متشوق للسؤال. ولكن قبل هذا هلو هلو أصل الكلمة ألماني. هلو هلو أوكي؟ باقي الكلمات أصلها عربي كيما قلت الجبر حتى الارتشوك الكحول الكهوليك الارتشوك الارتشوك الخرشفاء بالعربية خرش الخرشفاء بالخرشفاء أوكي؟ اسكندر قرر باش ما يخوش رقم أربعة في كل الحالات لو كان الإجابة صحيح سيدتي سادتي لسماس 85-811 تكتب سي مثل برشا فلوس 110 ملايين لهنا 250 مليون لهنا معناتها نلعب خويا في اللحظة هذه على 360 مليون أبعث لو ماكسيموم ميساجات باش تنجم تفوز معنا وانت في الدار السؤال الرابع فيه أربع احتمالات الاحتمالات هي الاحتمال الأول لو بورجوا جونتيوم الاحتمال الثاني لافار الاحتمال الثالث لي فام سافونت الاحتمال الرابع والاخير لو مالاد ايماجينير السؤال يقول المسرحيه الاخيره لموليير قبل وفاته توب كورونو يظهر لو مالاد ايماجينير يظهر لو مالاد ايماجينير لافار دو موليير لو بورجوا جونتيوم يظهر لو مالاد ايماجينير برجع مشي ورا ما تعرفش تقسم نقسم 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 بين الثانية والرابعة لافار ليه قديم برجوا جونتيمير جيت نقسم على ثلاثة نقسم على ثلاثة وكاو مش تقسم على ثلاثة قديش بزيدو باهي اسمع كيفاش نمشي لافار الدو كوما قعدوا غادي الرابعة يا مش متأكدين نجم تقسموا على ثلاثة هي وجاب لي النمر أربعة ورحمة أمي جيت وحدك نتبع فيك من غادي عملت هكا أقص أغزر لي عملت وقفة لهنا عملت هكا ونشوف فيك تتسلوس والله يودي مش نورمال تتسلوس ماشي غادي وحدك قعدت لي فام سافونت ولا لو مالاد ايماجينيغ الحق لو بورجوا جونتيوم ولا فار في اعتقادي على حسب ما نذكر قدم برشا معناتها وقت آخر واحدة ما بين لي فام سافونت و لو مالاد ايماجينيغ قداش عندك الفلوس لنا يا سينا؟ عندي ثلاثة بكويت 30 مليون ايه به مزوز مع بعض بقية المبلغ دونك لهنا موجود بقية المبلغ 80 مليون إذا كان نقيمه نعمله تويكا جائزة أحسن مشارك عسل ثم واحد اسمه علي نذكره بالكدا وثم انت سي اسكندر انت تحت تربح فيها تربح فيها شيء صلاتوا على النبي هذه هذه جائزه شرفيه هذه معناتها انت بكل صراحه ما زلت لا ما زلت اسكندر انت اقرب شخصيه عبر تاريخ البرنامج شوك التواضع شكرا
امتحان. شوفك التواضع. انت خايف بشوك بتاع البي اسكت برك. شوفك التواضع سمادي. شوف التواضع. هاني قصد ربي. شوف التواضع. سمادي متواضع زاد. لو بورجوا جونتيوم. عليه عليه. لو بورجوا جونتيوم اللي هي الماريشال. مشاركتكم كانت متواضعة سي اسكندر. للأسف حبيناك معانا أنت والفريق وتكمل معانا جيسكو بو. ولكن اسكندر الله غالب هذيك اللعبة حبيناك معانا. خسارة خسارة خسارة. بيا 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 بيا. اسكندر ماشي معاك الرمي. ماشي معاك الرمي يا حسن. اسكندر 80 مليون مازلنا نلعبوا. 250 من غادي دوك عندنا 330 مليون. خسرنا كان 30 مليون. تبع الاس ام اس على 85811 وتكتب سيفي كاش ولا سبلاش. سمادي البطل الأولمبي أقوى لعب تصفيق أقوى على سمادي. ثلاثة مرات ركور. ثلاثة مرات. لا مش ركور. طب مش طاح أربع مرات. لحظة 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 باش تفهم البرنامج. طاح أربع مرات ووصلوا للفينال وربحوا. مؤشر به مولير 1673 تاريخ وفاته 1673. تعرفوا شنو صار؟ مسرحيه لو مالاد ايماجينير اللي تحكي على انسان مريض مريض الوهم. السيد فهمني ولا انهارت العرض بتاع المسرحيه الرابعه فهمني ولا طلع لداره لا سو لا سويه. ربي هزمانته توفى. ربي يرحم مولير وكل اديب اضاف الى العالم والانسانيه. هاي سيدي توا باش نجيو لل 250 مليون اكبر بونطون. جربت انت دونك سافا فهمني ولا ان شاء الله ما تطيحوش الماء ان شاء الله. ولو كان طحتوا معناتها شيء يعمل 66 كيف. وسمادي ابرز دليل ها قدامكم. ابرز دليل ان شاء الله ربي يجيكم في السواب. حاضرين. السؤال الرابع وهو حاسم فيه اربع احتمالات. الاحتمالات هي الاحتمال الاول يقول ضرب السكه اي العمله. اثنين صنع قوالب الثلج. ثلاثه صنع الأشكز أي تجميل السرج. أربعة صنع قطاع السكك الحديدية. السؤال يقول أصل تسمية سوق السكاجين. توب كرونو. إيه سكك حديدية ليه؟ إيه ثلج ليه؟ دونك يا واحد يا ثلاثة. ثلج ليه سيورة؟ ليه صنع قوي سوق السكاجين؟ ما نعرفش سليم يا آية تخوع بالنسبة لي أنا ما نعرفش. اقسموا اي 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 ثلاثة نقسموا على ثلاثة. شنو باش تقسم قد ايه؟ ما تعرفش تقسم على ثلاثة. اه نمشي لثلاثة أكثر واحد. بسرعة بسرعة أكبر مونطون ثلاثة. نمشي أنا الآن. وين؟ صبر نمشي أنت الآن. أربعة ستة. نمشي الآن. بسرعة 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 بسرعة. قد ايه سليم قد ايه؟ بسرعة. اللي ما يعرفش يقسم على ثلاثة. ستة هذوكم ستة. بسرعة أمان بسرعة هزوا الفلوس بسرعة. يا سليم الفلوس بسرعة. مية أنا. مية. أنت مية. ليلي نقص نقص ارمي هذوما وين هذوما وين هذوما وين هبطني انا حرب عليك هدية ليه قدم ولا كي اسكندر قدم ولا ولا كي اسكندر وليد كي اسكندر يا غير مش سليم صبرا أنا فهمت الخطة متاعك يا صبرا. أنت الإجابة ما عندكش؟ لا. أنت قلت ممكن رقم أربعة مش معايا. نبدل 180 درجة رقم واحد. أشكز شنو هي أشكز تجاه؟ مشاهدين الكل تمناوكم تطيحوا مع بعضكم عريس وعروسة. الروح عزيزة. مشي للأربعة ما فهمتش عليه. أختو احنا ونحن علاش نحيتوا قوالب الثلج؟
ليه كنت مسكج بردان مسكج كنت ماشي يقولوا بردان مسكج قدش عندك فلوس قدش عندك فلوس مية عندها مية 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 مليون على الإجابة رقم واحد مية مليون على الإجابة رقم واحد الإجابة رقم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش أثناش 150 مليون على الإجابة رقم ثلاثة 150 مليون على الإجابة رقم ثلاثة وأنا حصلت قديش عندك؟ 50 يا ربي تطيح أمين 50 لهنا كيفاش؟ أنت عندك 100 غادي أمبوسيبل كان عندك 100 عندك عندك 50 يظهر لي مني جبتيها لمية؟ انت عندك 50 انت عليها يا خيتي انا غلطتيني مع المجتمع المدني يا خيتي عندكم 50 قول عندي 50 عاود 50 على الإجابة رقم واحد 50 مليون على الإجابة رقم أربعة لو ريد بربي كان انتم جيتوا في بلاصتهم شنو تحطوا كيفاش تقسموا؟ ما تقسموش عندكم الإجابة؟ نورمالمون أنا هي الإجابة الصحيحة سي اسكندر بالنسبة لك أنت ترى رقم ثلاثة ميرسي وما طلعت لي المورال تعرف لو كان إجابتك صحيحة ولي أنا نشك فيها 1000% اللي هي صحيحة خاطر مش في الورقة أعرف واش نقول لك؟ معناتها سليم بهذا الجمال الفائق وهذا الشعر المسبسب ما عملتش اف عاد ما غير اف انت رحمن يا رحمن اه ربحنا 50 صبا باه انتم ديجا عندكم 50 حاصلين اي صبرا احسن فنان بالنسبه لك انت شكون؟ فنانك المفضل كاظم الساهر فنانك المفضل شكون؟ في الغناء فنانك المفضل شكون؟ ديما قدام اغزو قدام كاظم كاظم فنانك المفضل شكون يا صبرا؟ شنو هو؟ قول لي كاظم كاظم لحظة 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 كاظم 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 حافية القدمين مش حافظها الأخرى أشهد أن امرأة لا إلا أنت خمسين مشاو دوري قدامك أختي مشيت خمسين أختك لابس عليها يا اسكندر قدامكم لاباس اختي انت مازال عندك 150 هو عليا نحي الفيس علاش مش صنع قطاع السكك الحديديه وهذه هي المفاجاه لانه اصل تسميه سوق السكاجين يا ولادي على الاقل تفكروا السكه سكاجين سكه سكاجين اي بالحق هو الترنفاي كان سكاجين سكه اللحظات الحاسمة حسم الأمر الزوجة أم الزوج؟ أنا رحمن شيح أنا بشيح أحي الفيستا ربع يدينا الشعر مسشور ولكن مش ديما الشعر يقعد مسشور مدام لأنه اللحظات الحاسمة باش نشوفوا الشعر المبلول مية وخمسين مليون ما زلنا نلعب أعزائي المشاهدين في كاش ولا سبلاش ماشيين للسؤال الخامس اللي مش وصلنا للدورة نصف النهائي تبعت اس ام اس على 85 811 وتكتب سي في كاش ولا سبلاش يلتحق بنا الزوج المصون جاوب صحيح ونقص في الماء جاوب صحيح عملت غلطة راك عملت غلطة مهماش في دقيقة الأخرى كان ريتوش كان تعاودوا الفار تلقاوني مشيت هزيت 50 مليون من عندهم مشيت غادي ما فهمتش التو عليه فهمت ايش عليه سبحان الله
اللي فيه نتاع اسكندر سكاجين سكاجين تعديو منه ساعات مش ديما وين باب تحت سيرو باب منارة انا بنت باب الخضرة ديجا دونك كي جاوبت تدخل السكاجين تلقى الاحوال نتاع السروج غادي كافيش لا ما عادش برشا زوز كاو زوز برشا فهمني سي محمد اسكندر كان متاكد بالاجابه هي 94 سيتي هذيك ولد باب النار فهمتوا بو الاشكز ولات السكاجين اوكي 150 مليون 80 مليون السؤال هذا هو الحاسم ينجم يكون هذا السؤال الاخراني بتاع باي باي كيما ينجم يكون السؤال بتاع الانتصار حاضرين؟ ان شاء الله ان شاء الله السؤال الخامس الحاسم اللي يجهزنا للدور النصف النهائي في اربع احتمالات الاحتمال الاول 78% الاحتمال الثاني 7.80% الاحتمال الثالث 21% الاحتمال الرابع والاخير 2.10% السؤال يقول نسبة الازوت في الغشاء الغازي الارضي اتموسفير تيريستر توب كرونو ازوت ازوت وقت 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 شنو نقطة مع ثلاثة؟ 78 الازوت ما كومش متأكدين تقسموا؟ واحد اثنين يا 2.8 يا 2.10 ما نعرف 2.8 يا 2.10 2 معناها يا 4 يا لا مادام 78 و7 8 أو 2 راهي لازم تكون أو 2 ثلاثة الفازة هاي يبقى نمشي غادي نمشي ثلاثة نمشي ثلاثة نمشي ثلاثة ثلاثة علاش؟ يا قلبي كفاني ما أحمله كل يوم هواء أولو علاش غيرت غيرت الخطة؟ هاك المدير مهدي علاش غيرت الخطة؟ علاش ما حطيتوش على رقم أربعة؟ المعلومة ما عندكش سي مهدي ما عنديش لا ميسة المعلومة ما عندكش تصور لي 78% 78% يا مهدي خدش فلوس 20 على الإجابة الأولى معناتها يا سي مهدي لو تهمشت بالحق أنت إحنا اللي نتنفسوا فيه 78% أزوت مش أكسجين هو لما حالة في الأمبوتياج ممكن مشي مخي حاجة أخرى لما يسخلش عندك فلوس 20 مخي حاجة أخرى جنب المعلم عنده 40 هاني جايك المعلمة بكري قلت متأكد 99.99% إجابتهم هم عندكم إجابة؟ أنا ما بين 2 و4 نقول 2 و4 قول 78 برشا 21 نحي هذيك نسبة الأكسجين في الهواء فوالا تنحي 21% لحظة بلا عاود لي تنحي 21% نهائية إيه لي أنا 21% هو الأكسجين في اللي هي الإجابة رقم ثلاثة هي الإجابة رقم ثلاثة نحيوها تنحيوها الإجابة رقم ثلاثة بالنسبة لك أنا بالنسبة لي أنا متأكد منها أنت معناتها الإجابة رقم ثلاثة غلطة 100% اللي فيها سي اسكندر ما غيرش ميتة عادة جعفر معناتها الإجابة باي باي سالو نقابلوا في الله معناتها سي اسكندر بالنسبة لكم انتم اجابته غلطة؟ ما هكا في بالي وتنحيوا شنو آخر؟ نحي ثلاثة ونحي واحد معناتها سي مهدي زادة سي مهدي الثانية شاكين فيها؟ اي 12 الثانية والرابعة اسكندر بابا تعرف أنت 21% أزوت كان الاكسجين نتنفسوا فيه 21% ايه تفضل
هكا ما نعرفش. حل لغز قدامكم حل تفضل. ما نعرفش ممكن ممكن اقل ممكن ما المعلومه ما عنديش ما نعرفش يا ثانية يا ان شاء الله ما تطلعش الاجابه الرابعه هكا هو نلعبوا حتى ب 10 ملايين سي مهدي احساسك شنو يقول؟ البحر امامكم والبحر وراءكم. البحر امامكم والبحر وراءكم. اغزر قدامك سي مهدي لميسة تغزر قدامك حسم الامر سكو بطران. نفس بابا نفس باش نشوف اسكندر يطيح انا ارتحنا من 20 قعد توا الدربي مهدي اسكندر ان شاء الله مهدي خاطر مهدي عنده 20 مليون مهدي الضحي اي اي مستعد الضحي باش اسكندر يقعد مستعد هذا كان قعد خاطر ما نعرفوش الرابع ولا الثالث نتوكلوا مهدي اي بسم الله قولوا توكل خويا صفا اسكندر صفا 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 كلمتوا اسكندر كلمتوا اسكندر ما حليك ما حليك تتعدم بالنار ولا بشو اللي صاحبي على الاخر اسكندر اللي كلمتوا الغالب 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 توا بين واحد واربعه ان شاء الله نقعدوا ب 20 مليون بين واحد واربعه سي مهدي الحدث شنو يقول 78% اسكندر قولوا باي باي اسكندر صفا ها بيد شوية في بالك نحبك اسكندر والله اسكندر شنو هاي اوكي اهبط غطي قرست مازلنا نلعب 78% هي الإجابة الصحيحة مازالوا عندنا 170 مليون بكاش وإلا سبلاش سي اسكندر لميسة 20 مليون فلوس ولكن ثم 250 مليون من هنا 150 مليون سامحوني من هنا برشا فلوس نحكيو على 170 مليون ماشيين بيهم للدور نصف نهائي 170 مليون 170 مليون برشا فلوس برشا فلوس للدور النصف نهائي طبعا اس ام اس على 85 811 وتكتب سي يا ولدي 170 مليون هنا جايين من 170 مليون شوف 78% ازوت 21% اكسجين والبقيه دي غاز ارار دونك الإجابة الصحيحة كانت 78% أنتم كان لعبتوا راكم جبتوها غلط استبعدتوا واحد أي استبعدت واحد ورنا برشا يعني. استبعدت واحد إن شاء الله تلعبوا بالصحيح إن شاء الله تويك راهو اللي باش تلعب أنتم ما ركزناش أه أنتم في فرضية واحدة تترشحوا لا لا ما تعرفوش شنو هي؟ نتيحوا إن شاء الله محلاه اسكندر إن شاء الله ليه محلاه عايش يا اسكندر محلاه الروح هذه إلا إذا كان لا قدر يتيحوا هما ثلاثة إجاباتهم غالطة ب 20 مليون ها؟ ان شاء الله يتعديها ان شاء الله يتعديها هذه مهدي بربي شيء بالحق يتعديها هما والله مهدي شيء يتعديها ولا لا ان شاء الله يتعديها ولا بالحق بالحق ولا بالحق هذه الزرير لما يا القصوري
طيب مشيت للحافلة قالت لي الزرير هذاك ما تمسوش الجملة، قال لك مبروك، قالت لك مبروك ما نزيد لك الا ميه. عايشك ماي، وان شاء الله نزيدوا لباركوكم على 170 مليون ان شاء الله. راكم في الثنيه باهيه ان شاء الله. دونك تبعثوا اس ام اس ثنيه باهيه على 85811 وتكتب سيب، 85811 وتكتب سيب. حاضرين للسؤال الخامس الحاسم ان شاء الله. السؤال الخامس الحاسم فيه اربع احتمالات. الاحتمالات هي: الاحتمال الاول احمد المستنصر بالله، اثنين هشام المعتد بالله، ثلاثه محمد المتوكل على الله، اربعه عبد الله المستعصم بالله. السؤال يقول: من هو اخر خليفه اموي في الاندلس؟ طب كرونو. ايوه سليم اوكوني دي نرى. أحمد المستنصر بالله متوكل، أقسم على تليساي خليفة أموي، بس كل واحد 150 في 50 في يده كل واحد. بس ليه مش نعملو نزل عنا شوية وقت خان خامه. أوكيني دي نعم نصور شرع سليم برا الأربعة أنت شو يظهر لي بش نحي أحمد نحي أحمد يظهر لي بيهي نمشي هشيمة امشي هشيم وهكا اسمه هشيمة خليفة اسمه هشيم بسرعة محمد المتوكل عبد الله ما نصورش وعبد الله سليم ثلاثة أربعة كل واحد فلوسه في يده. لا شتيلة قداش عندك فلوس في يدك؟ 50 50 50 50 50 50 50 50 سليم الحدث شنو يقول؟ انا نقول مع المستعصم عبد الله المستعصم بالله. عبد الله المستعصم بالله قول هذيك الاجابه الصحيحه. ما هكا ما نقول ما عندي حتى فكره. وانت لا صبرش تقول؟ عبد الله المستعصم بالله. عاد باش تيحي؟ اي جرب؟ انا جيتي صبره كهو هي لعبه. صحيت صبره صحيت صفقوني على صبره مستميت لصبره. صبره عندي لك سؤال، انت ندمت اللي جيت؟ جمله ها؟ جمله برحمه يعزلك فرحانه؟ على الاخر صحيت صبره صحيت محليك ما هي الا لعبه. لا شتيله ما جربتش الماء انت؟ ما جربتش هاني باش نجرب. حسم الأمر. هل هو أحمد المستنصر بالله، هشام المعتد بالله، محمد المتوكل على الله، عبد الله المستعصم بالله؟ إن شاء الله تطلع الإجابة اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة باش نتعداو للدور النصف النهائي بسبعين مليون. إن شاء الله تطلع ثم إجابة صحيحة نتعداو للدور النصف النهائي سبعين مليون. بيان سور كيما جرات العادة. اسمها على جسمها صبرة، والله اسمك على جسمك يا صبرة. صبرتي معانا ياسر وخايتي ولكن هذه آخر واحدة. سليم بينك وبين زوجتك ان شاء الله الساعه هذيك اللي غادي رقم واحد تطيح ان شاء الله رقم واحد يتنحى ان شاء الله هي اول واحده تطيح. انا تقديري الشخصي لعبته بالكدا ولكن الاختيارات مساله نسبيه حتى حد بيلوم عليكم. حسم الامر.
بشنطتي. المستنصر بالله علاش ما مشيتوا لهاش؟ حطينا بشنطتي. الله غالب. ما في الاخر الا لعبه حظ، خاطر انتم ما تعرفوش المعلومه. اي ما عندي حق فكرين. انت تو بكري قلت ثم خليفه اسمه هشام. قلت له انا هشام. صحيت مال عليه. عليه. عليه حسم الامر. كيت بكا حول. عليه هلا غالب هذه لعبه. كنتوا تنجموا تتعداوا ب 70 مليون للدور نصف النهائي. تتعداوا ب 70 مليون. لكن اسكندر ومهدي ولا ميسا في اللحظات هذه انتوما ركزوا معايا مليح لانه هذه اللعبه مشيو للاخر خير منكم وكملوا اللعبه الى اخر لحظه وقلتوا الكلام هذايا هذا الاختيار صحيح نمشي للدوره النصف النهائي للدوره النصف النهائي ب 70 مليون بكاش ولا سبلاخ أمام كاسماس عام 85-11 واكتب سي 70 مليون نصف النهائي بكاش ولا سبلاش ابعت توا اس ام اس على 85-11 واكتب سي انا حاس الليله ثم ربح نشوف الربح ان شاء الله مربوحه تحيه كبيره برشا اليوم سبعين مليون سبعين مليون سبعين ألف دينار أنت اللي تتفرج فيها في اللحظة هذه سبعين مليون في الدومي فينال سبعين ألف دينار تبعت اس ام اس توا باش نعطيك دقيقتين اس ام اس توا على 85-811 وتكتب سي سبعين مليون بالك في الحلقة الجاية تكون أنت موجود لهنا في الحلقة اللي فيها 70 مليون ماشيين للفينال إن شاء الله مربوحة أنا نحس عندي إحساس أنه الحلقة متاع الليلة فيها ربح إن شاء الله وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويب إن شاء الله يربحوا الليلة 70 ألف دينار ما ينقص حتى دينار على 85-811 وتكتب سي باش تجاوبوا عندكم ثلاثة احتمالات لو كان مش متأكدين من الإجابة تقسموا على زوز لو كان متأكدين من الإجابة تحطوا كل مبلغ هذه البارتي اللي خاصة بكم البارتي الأخرى شتيلة هي اللي مشيت معناتها باش تكمل النصف الثاني من الإجابة إن شاء الله تطلع الإجابات متطابقة وتتعداوا ب 70 مليون للفينال إن شاء الله أنا حاضرين منحة أنا حطها غادي وتبعد على الأخت البلال أنت حبيت تمنحها وأختها زادة محلاها قالت أي. أختي تمشي غادي باش ما تتبلش لأنه ما زلت كي عاملة يعني كانت في كلينيك وولدت وكذا تحية كبيرة برشا لأختها وزوجها وبالك يا خويا هالبامبينو الجديد اللي جاكم يكون فال خير وطالع خير عليكم أيه. وتكون 70 مليون هو الكادو بتاع البرنامج هذا للبامبينو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حاضرين؟ حاضرين السؤال النصف النهائي قيمته 70 مليون فيه ثلاث احتمالات الاحتمالات هي الاحتمال الأول 20 الاحتمال الثاني 30 الاحتمال الثالث 50 السؤال يقول ما هو الترتيب الحالي لأنس جابر في WTA شك بين شنو وشنو ما بين 30 و50 والأكثر 30 أكثر 30 أما ما نحبش ناخذ ريسك الأكثر 30 اه باش نمشي نحط الكل في 30 كهو هذاك هو مرتبتها تو حاليا يظهر لي في المرتبة 30 عالميا يظهر لي متأكد 30 اي متأكد نورمال مو ماكش متأكد بيان سور تقسم بيان سور اي أي 70 مليون ايش ايش قالت 70 مليون اي مرتبة 30 عالميا مازال عندك الوقت 70 مليون اي اي 70 مليون على المرتبة 30 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ما هو الترتيب الحالي لأنس جابر في WTA 1 20 2 30 3 50 سواء كانت ترتيبها 50 حيو أنس جابر سواء كان ترتيبها 30 حيو أنس جابر سواء كان ترتيبها 20
نحييه أون جابر مباشرة من هذا البرنامج. أنا شخصيا كمواطن تونسي فخور بيك كامرأة تونسية رفعت لنا ريوسنا في المحافل الدولية، وأنا متأكد اللي مازال الخير على قدام. أنس جابر محلاك يا أنس، محلاك يا أنس، محلاك. مرتبة 30 حسم الأمر. مبروك من زاد لك. يعيشك. قد ايش عندك من ولدت؟ عندي توا شهر. شهر. يتربى في عزكم ولا تتربى؟ يعيش تتربى. تربى في عزكم، سمي له قطي؟ قمر. 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 إن شاء الله تكون قمر ذواية. إن شاء الله يا على والديها. إن شاء الله. وفال باهي. إن شاء الله. ربي اللي يرزقه ببنوتة يرزقه بالخير. طبعا. السؤال يقول ما هو الترتيب الحالي لأنس جابر في الـ WTA؟ مرتبة 20، مرتبة 30، مرتبة 50؟ تعرف نتأكد لي سليم جاوب عندي بالوقت أنا طوال. لا لا جاوب. لا اللي تستبعدها شنية حسب رأيك حدث؟ 20 يمكن. 20 تستبعد؟ باهي. نمشيو بالمرحلة بالمرحلة. أنا خاطر سبور راني علاش قلت لك سليم متأكدة اللي هو جاوب. باهي 20 تستبعد. نبداو بالمرحلة بالمرحلة. أي 20 نورمالمون نستبعدها. 20 اللي هي الإجابة رقم واحد، حط يدك على الزناد رقم واحد. باهي. وقت اللي يقول لك أن دو تروا توب تسحب إلا الزناد. حاضرة؟ اي يا ربي. واحد، اثنين، ثلاثة، توب. الاحتمال الموالي اللي باش تنحيه 30. سمعنا صيحة. سمعتي صيحة ولا سمعتيش؟ تصور صوت سليم ولا صوت اختك؟ اختي ما عادش عندها صوت، مسكينة تلمو طاحت اليوم. مسكينة والله. ان شاء الله ليه يا ربي، ان شاء الله مزيلو. 30 والا 50 حسب رايك؟ اذا لي انا الاكثرية اذا لي 50. استبعدها. به حط يدك على الزينات. تأكد لي سليم جاوب يا سليم. باش يقتلني. كهوا يا جعفراي. هذه 50 زعتر اسمي زعتر. شخير من الزعتر شخير. 57 اي كهو كل شيء بالكتبه، كان كتبت لنا حاجه خاطر انا ما عندي حتى فكره. باش تستبعد رقم 50 في الترتيب. اي معناتها تقول اللي الاجابه الصحيحه هي 30. 30 وكهو هاوكا خاك فيش خير الامور الوسط. خير الامور الوسط. هذا شو نعمل؟ ان دو تروا توب تسحب يا ربي. 50 يا ربي. ان يا ربي. دو يا ربي. تروا ما قلتيش توا. حاضرة؟ حاضرة. طب جعفر يا جعفر وخي حسب رايك شكون هبط في الماء؟ ما نعرفش علاش حاسة سليم جاوبوا واقفين الزوز مع بعضهم وطيحتهم الزوز. والله وجهك متاع طيحتهم الزوز. وجهي متاع طيحتهم الزوز؟ اي كي سمعت يعني وجهك هكا كيريتو متعريتهم طاحوا. ها يرفع الستار. ياي ياي يرفع. ان شاء الله تطلع ظلمتني يا رب. يرفع الستار ان شاء الله تطلع ظلمتني يا جعفر. اما عاده حدث يا رب الامراه بتدور الا ما قلت دور يا رب. حدث يا رب. الامراه المحبه والله مسيك نغطس وقدم المره وما نعمل لهمش تو نكمل لهم شيء تو نكمل عليهم دور. سليم شو قتلني. اقف مدام صحيح اقف عدينا مرحله. سليم متاكد من الاجابه؟
كان يتبع كورة وفار وكيف متأكد من الإجابة؟ كان ما تبدلش ترتيبها ديرنيرمون آخر ترتيب سمعت أوكي لكي. أوكي اللحظات الحاسمة عزيزي المشاهد تبعت اس ام اس على 85811 تكتب سي إن شاء الله مربوحة إن شاء الله مربوحة إن شاء الله مربوحة 70 مليون إن شاء الله مربوحة إن شاء الله كل التعاطف والتضامن والحب مع هذا الفريق إن شاء الله مربوحة 70 مليون يتعدوا للفينال ولا لا بال 70 مليون يتعدوا للفينال ولا لا بال 70 مليون ترتيب أنس جابر الحالي 30 نعم أم لا هل 30 مش تربحنا 70 مليون وتعدينا للدور النهائي لحظات حاسمة يا ربي يا 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 70 مليون للدور النهائي أعزائي المشاهدين بس الكاورو تاو تبع اس ام اس على 85 811 تكتب سي 70 مليون وينو الفراج وينو الفراج الفراج هاي الأولاد هيا للفينال علي علي فوز راجاتي علي علي 70 مليون 70 مليون ابكي دموع الفرحه ميسيل ابعت ابعت اس ام اس تو سويت على 85 811 واكتب سي 85 811 واكتب سي يا ربي يا علي يا ربي يا علي الحلقه بتاع الليله نحبوها حلقه الربح يا ربي يا علي نحبوها حلقة المبروك بتاع البامبينو نحبوها حلقة استثنائية بيان جوي لعبوا بالباهي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الفينال علاش تبكي ستوب علاش تبكي علاش تبكي فرحة فرحة فينا من بق رسينا قرسينا صبرة بردت برشا مازال سؤال مازال سؤال مازال سؤال ولكن عندنا 70 مليون ماشيين بيه للفينال على 85 811 اكتب سي تو سويت هلا حلقة اعزائي المشاهدين 70 مليون في الفينال على توا 70 مليون سؤال واحد يفصلنا على 70 مليون ابعث اس ام اس على 85 811 واكتب سي بالك انت اليوم تكون فائز في الحلقة هذه ان شاء الله مربوحه ان شاء الله مربوحه لعبتوا بالباهي محلاكم 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 ان شاء الله الحلقه هذه كما تمنيناها من البدايه تكون مبروك البنوت اللي نزدت لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سؤال فيه زوز احتمالات يا واحد يا اثنين مش قابل القسمه معناتها يتروحوا الليله بال 70 مليون اليوم برشا فلوس 70 مليون قبل رمضان باهيين يا لا قدر الله ما نحبش نقول في كل الحالات محلاكم لعبتوا بالبيه يا عايشك يا عايشك منعنا شتيلة والله هموها ان شاء الله يا رب منعناها هي سليم كمل ركز ان شاء الله ركز برس امك مش على حاجة السبعين هام قدامك باش انت ما تخسرش السبعين وتربح شكون يتفرج توا في السبعين به فهمنا تفهمنا فهمنا فهمنا اخر ركز تركيز. يا سليم اخر تركيز ركز يا سليم وقت الفلوس وقت ال 70 مليون هو وعدني جعفر وقلت له كيفاش باش نمشي نافسه والكل قال لي نوعدك ما تطيحش في الماء ونوعدك تربح اما انا تو فرحان اني وصلت لهنا ربحت ما ربحتش فرحان على الاخر خاطر مش سهل انك توصل الفينال متاع لعبه كيما كاش ولا سبلاش احنا زاد والله العظيم الكل فريق الكل يحبك تروح بال 70 مليون ان شاء الله ربي يجيبك في السويب ان شاء الله 85 811 سي 85 811 تكتب سي سؤال الدور النهائي اللي قيمته 70 مليون 70 ألف دينار فيه زوز احتمالات الاحتمال الأول لحبيب بورقيبة وبيير مونديس فرانس الطاهر بن عمار كريستيان بينو السؤال يقول من أمضى وثيقة الاستقلال في 20 مارس 1956؟ لوجيك تقول أنه حبيب بورقيبة وبيير مونديس فرانس أما لازمني نزيد نخمم شوية بن عمار وكريستيان بعقلك
هل لوجيك تقول لحبيب بورقيبة وبيير مونديس فرانس؟ اللوجيك. من أمضى وثيقة الاستقلال في 20 مارس؟ ليه هو أنا ما عندي المعلومة. 1956. بركش أدكم على حاجة أخرى صح ولا؟ سؤال واضح، من أمضى وثيقة الاستقلال في 20 مارس 1956؟ لحبيب بورقيبة وبيير مونديس فرانس وإلا الطاهر بن عمار وكريستيان بينو. نورمالمون لحبيب بورقيبة وبيير مونديس فرانس. هيا مشيو مشيو. يا ربي يا رب. دول لي كاستيون بيش بورقيبة يمكن صح حاجة أخرى. إي يطلع صح حاجة أخرى. خاطر كاستيون بيش سهلة كان بورقيبة ما نتصورش. ما نعرفش تحكي زين. أنا شو السؤال الأخر نتاع فينال ما نتصوروش سهل لهالدرجة. ما نتصورش. علاش؟ معناها خممت خممت في الأخر بكل، قلت مشيت بعقلية الكاستيون بيش وقلبت وكها يا تسيب يا تخيب. هكاك خممت. ما نعرفش. يمكن ما نعرفش معلومتي صحيحه ولا لا. يظهر لي لحبيب بورقيبه مازال في المنفى كي صح وثيقه الاستقلال. ما نعرفش رجع ولا لا. ما نعرفش. مانيش متاكد. مش متاكد. سيد خلبسته ويظهر لي نسكت خير. سليم. اي. كاو كاو. من امضى وثيقه الاستقلال؟ حربناها. في 20 مارس 1956. لحبيب بورقيبة، بيير مونديس فرانس، وإلى الطاهر بن عمار، كريستيان بينو. الاستقلال، استقلال تونس اللي مازال كيتعدها الأيامات. سليم الطاهر بن عمار ما تصورش حبيب بورقيبة. بالحقيقة الاحتفال كان محتشم برشا. مش منقولوش مش موجود أصلا. صحيح. للأسف. سؤال سهل برشا المتناول. على كل حال الزرير كان بنين. صحة في جميع الحالات. صحة لعبته بالباهي. صحة مسير شكها. عايشك. من أمضى وثيقة الاستقلال في 20 مارس 1956؟ لحبيب بورقيبة، بيير مونديس فرانس، الطاهر بن عمار، كريستيان بينو. السؤال فيه 70 مليون. تبعث اس ام اس على 85 811 وتكتب سي. سليم اخي نحي اللونيت تفضل. يسهل السؤال سليم اخي. ياك هو اخر غطسه. الله يهديك. بسم الله. مشيت من رجل من بعد درت في اخر لحظه. ظهر لي قلت لك ظهر لي كاستيون بيج. اي اخر لحظه. كاستيون بيج سليم. هاي بر هاي بر انطلق. هاي توكل على ربك. يا ربي يا ربي يا ربي. الله يهديك يا سليم. الله يهديك يا سليم. الله يهديك. الله يهديك يا سليم. الله يهديك يا سليم. يا ربي يا ربي. سبعين مليون للي صار. 70 مليون. إن شاء الله مبروك 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 مبروك. يجي بعدين ان شاء الله مبروك. سيحت انت غادي ارتاحي. اقعدي روتا ارتاحي. ان شاء الله مبروك 70 مليون. ارتاحي اقعدي قعدون. اقعدي رشوا بالماء جيبوا الماء. 70 مليون. ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك 70 مليون. ابعت اس ام اس توا على 85 811 واكتب سي بيكاش ولا سبلاش. هاي ابعد.
70 مليون 70 مليون شدي الفلوس سد يوسك 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 شدي الفلوس ان شاء الله مبروك اي اي الفراش فراش اي عادي الفراش اي yeah. سماس توا على 85 فريق 11 شفت بسيم شويه اخر باش يطلع اسم الفايز يجاوب حداه يجاوب حداه يجاوب حداه يجاوب حداه جيبوا الفلوس ويجي جيبي الفلوس ويجي سبعين مليون صبرا وشتيلة وسليم اليوم يحقق الانتصار واي هيا واي هاي سيديه ركزوا معي تو نزلنا بتركز وزعفر يدك انا ما ركزت هيا هيا مبروك يا حياة قلبي مبروك فرحة فرحتنا والفرحة بس شوي اتصل يا شوي شو حلوين مبروك مبروك والفرحة جمعتنا جد زيد 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 بستدفى زيد لا فات سبعين مليون باهين سبعين مليون باهين ابعت توا توا بالك انت تربح الليلة معنا في كاش ولا سبلاش فرحانين ياس الحق الليلة وينو الفراش مبروك 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 حلقة عالمية الليلة إن شاء الله مبروك مبروك البامبينو مبروك البامبينو وانتي باش تطفى شوية آخر لو تفهم باش تطفى شوية آخر ضحيتوا صبرتوا قولوا لتو ركزوا معايا توا ركزوا معايا لحظة خل نفيقوا شوية خل نفيقوا شوية لحظة بركة الأولاد لحظة بركة الأولاد أتونسيون سكيت الأولاد لحظة لحظة الأولاد لحظة شوف أنتي اللي تتفرج فيا ما قلت ما نربحش ما انت ما قلت ما نربحش مثلا ما بعثت اس ام اس 85 811 وكتبت سي ركز معايا اخويا شوف كيفاش اسمك باش يطلع طو في القرعه شي يدوخ من التلفزه من الحوار مكتوب ربي واحد يربح لنا واحد يربح في داره قاعد والمراه غاطسه طالعه هابطه من الواحد هاي نبداو عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد مبروك مبروك للفائز اللي خرج اسمه على الشاشة إن شاء الله مبروك إن شاء الله رمضانك مبروك إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير إي نعم هذا هو الكاش ولا سبلاش عندك في مخك تعرف انتك تربح معنا الملايين 70 مليون ان شاء الله مبروك 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 يعطيكم الف صحه شكرا للجماهير الحاضره ميرسي يعطيكم الصحه شكرا لكل التقنيين فريق البرنامج الكل ميرسي ميرسي الصحفيين والصحفيات كل يعطيكم الف صحه نتقابلوا في الحلقه الجايه في الامان وباي باي